هذا القول أحبائي له أهمية عظيمة جدا، لأن هذه الكلمات قيلت في الإصحاح الثامن في آية 12 وبين حادثتين. الحادثة الأولى المرأة التي أمسكت بزنا وكيف تعامل معها يسوع المسيح، على طول بعدها قال أنا هو نور العالم. المرأة التي أمسكت في زنا، يسوع المسيح في الصباح الباكر ذهب إلى الهيكل وكان يعلم هناك، فجاءوا اعترضوا يسوع المسيح وأحضروا امرأة أمسكت بذات الفعل وهي تزني، وكل الغرض من هذا الموضوع حاولوا أن يجدوا شكاية على يسوع المسيح، وحاول رجال الدين التخلص من يسوع المسيح. طبعا قالوا مثل هذه أوصان موسى أن ترجم، فماذا تقول أنت؟ طبعا يسوع الرحيم رفيق الخطاة، واللي جاء من أجل الخطاة إذا أظهر عدم الرحمة بيفقد كل شعبيته مع المجتمع الكامل، وإذا طلب إنه ترجم يعني بحسب ناموس موسى فهو يكون معارض للإمبراطورية الرومانية، فقط قوانين أو حكم القتل هو فقط للرومان، فحاول أنه يحكموا الفخ على يسوع المسيح. يعني بدل ما أنه يعالجوا هذه المرأة فعلا استخدموا ضعف هذه المرأة وقودا لتغذية حقدهم وضغينتهم ضد يسوع المسيح.